طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الآن مع بروفيسور عمر حياتي بخصوص الجلسة الجاية لإرشاد طلاب وطالبات الشهادة السودانية. طيب بروف، نحن نعمل يعني نوزع الكلام ده في أطر، هل رأيك شنو من البداية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أهني جميع الطلاب الذين يعني وجدوا فرصة أو حققوا نسب يمكن أن تدخلهم الجامعات السودانية أو غيرها. بيصبح التحدي الأساسي للطالب في هذه الفترة أنه يحدد التخصص اللي عايز يختاره أو يواصل فيه، باعتبار أنه التخصص بيؤدي إلى وظيفة أو بيؤدي إلى مهنة في المستقبل، وعلى ضوء هذه المهنة بيكون في تخطيط للجوانب المالية اللي ممكن يحققها أو للطموح الذاتي الممكن هو يصل له، أو أنه يقدر يعني يبدع في العلم نفسه كتخصص جديد أو يكون هو شخص لامع فيه. فهناك عدة نقاط صراحة توضع في الحسبان، اللي هي التحفيز الذاتي اللي بيتم من خلال الأسر. يعني متى ما رأوا أنه ابنهم متميز، فبالتالي يعني هو يجد تلقائيا أنه من بدري مثلا يا دكتور يا باشمهندس كذا، فتجد أنهم دفعوه دفعا إلى أن يتجه ناحية الهندسة أو يتجه ناحية الطب باعتباره من الكليات المرموقة، واللي أيضا ممكن عايده يكون مضمون كعايد مادي. لكن في بعض الكثير جدا شفنا من زملائنا وأصدقائنا أن المسألة هذه، قد الطالب يكون عنده القدرة العلمية أنه يقرأ طب، لكن هي ما رغبته. والله أنا أفضل أمشي 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 مثلا صيدلة، وأفضل طب أسنان، أفضل مثلا أدرس علوم، أنا داير أتخصص في مجال معين كذا. يعني الأشياء التي تشبع الغرور لدى الطالب هي أحيانا تكون أكبر من رغبة الأسرة، وهذا في كثير من الأحيان بشكل صراع. وإما أن تنتصر الأسرة وطالب يدرس حسب رغبة الأهل، وفي نهاية الأمر يتخرج كما هم أمروا كذا، لكن تجد أنه في دواخله أنه في اتجاهات كثيرة جدا كان ممكن يدرسها. يا ما في أطباء كثيرين جدا أبدعوا في مجال الأدب، وأبدعوا في مجال الشعر، وأبدعوا في مجالات كثيرة جدا. يعني فبتكون أصلا هي المسألة يعني عوامل كثيرة خلت الطالب أنه يمشي في اتجاه معين أو يمشي في تخصص معين. غير كده اختيار الجامعة نفسه برضو مشكلة أحيانا يكون بالنسبة للطالب، لأنه إلى أي مدى خريج هذه الجامعة مقيم، إلى أي مدى هذه الجامعة بتعتمد معايير الجودة. قد يكون بالنسبة لبعض الطلاب ما يفهم مش المقصود بالجودة، وإيش المقصود بجودة التعليم العالي، وإيش المقصود بأنه الأساتذة درجة عالية من الكفاءة، وأنهم يكون حملة الدكتوراه حيدرسوا ولا حيدرسوا حملة ماجستير ولا حيدرسوا خريجين. الجامعة هي جامعة خاصة، جامعة مثلا حكومية، الجامعة الحكومية نفسها هو موقع هل هي في الخرطوم، وبالتالي من السهولة أن الجامعة تكون يعني عندها استاف جيد، ولا في الأقاليم قد تعاني من بعض الاستاف، على الرغم من أنه في مشكلة كبيرة جدا الآن في السودان بيعاني منها، تقريبا تعاني منها كثير من الجامعات، اللي هي مسألة الاقتراب والهجرة بالنسبة للكوادر السودانية اللي تشتغل في دول الخليج أو غيرها. لكن في نهاية الأمر بيصبح الطالب اختيار المكان مربوط أيضا بجوانب اقتصادية، مربوط باقتصاديات الأسرة، مربوط بوجود الشخص نفسه كبعد اجتماعي للبيت. يعني قد يكون البيت مثلا في الوالد متوفى لسبب، متوفى أقصد، أو هو مسافر لسبب أو آخر أو كذا، وبالتالي هو الشخص الكبير لابد أن يكون قريب من البيت، قريب من أخواته إذا كان قريب من أخوانه. فأيضا بتكون فيها بعد آخر، هو يمكن يفضل الجامعة اللي هي أقرب للبيت سواء كان في الإقليم أو في الخرطوم نفسه. مسألة التكلفة المالية أحيانا بتكون عامل أساسي، فأنه يختار أي كلية، يختار في أي مكان. سواء كان السفر أحيانا يحتاج طائرة، السفر أحيانا يحتاج إلى وقت طويل الحركة أيضا. ففي بعض الأسر مثلا ما تفضل أنه بنتها تدرس مثلا في جامعة بعيدة، إذا كانت تدرس في جامعة بعيدة لابد أن يكون أخوها موجود هناك أو خالة أو عمها أو كذا. ففي جوانب كثيرة جدا قد تبدو شائكة، لكن كل أسرة لها أكيد أساليبها في التحليل لهذه الجوانب. فمسألة أن الطالب يختار تخصص معين، أنا في تقديري أن الطالب لابد أن يدرك تماما أن هذا التخصص يستطيع أن يبدع فيه، بغض النظر عن نوع التخصص. أي تخصص يمكن تبدع فيه تستطيع أن تحقق ذاتك، وتستطيع أن تحقق فيه أبعاد مالية بعد التخرج. هذا شيء الناس تنجح في كل المجالات، هذا أمر طبيعي جدا. لكن ما هي ما هو الاستعداد الذاتي الداخلي الذي يجعل الإنسان يبدع في مجال معين؟ احنا زملائنا عندنا دخلوا كليات ما توقعوا انهم يدخلوها. عندنا شخص مثلا دخل جامعه الخرطوم كليه العلوم، هو لا يفتكر انه هو 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 لا هو 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 قدراته قدرات طب، لكن حتى العلوم اللي يفتكر انها هي ما مستوى، ما استطاع ان يستمر فيها وفصل من المستوى الاول، باعتبار انه والله هو يعني دي كليه ادنى من قدراته، ما اهتم بالموضوع كثير، فبالتالي فصل. الرغبه
شيء والقدرة شيء آخر برضو. يعني إحنا إذا كان حبينا ننجح في مجال معين